ده عندنا الشفاط الميكانيكي بعد ما ركب خلاص، او لسه بس يعني الفينيش النهائي بعد ما بركب الفور سيلينج عندي. بيركب هو الفتحه نفسها اللي بيتسحب منها الهواء خلاص. دي الماكينه نفسها هناك اهي، بيثبتها في السقف، وطبعا الوصلات دي بيعزلها كويس عشان يمنع اي تسريب للهواء تمام. وبعد كده بيطلع على الفتحه اللي احنا عاملينها دي من بره. احنا عاملين الفتحه دي 6 انش خلاص. بتيجي مكنه الكور بتحفر كده فوق، دي القطر بتاعها 6 انش. ده على حسب طبعا الراجل بتاع التركيب طلب، يعني هو طلب يكون القطر 6 انش. طبعا بيعزلها كويس زي ما احنا شايفين، بحيث ان مفيش اي ذره هواء تطلع لبره بالشكل ده كده. دي الفتحه اللي احنا عملناها بالكور. بنركب هنا يعني في حلين، اما ان انا اركب الشاسيه نفس اللي هو بيجي مع الشفاط، او ان انا اركب قطعه حجر بنفس اللون بتاع الحجر ده كشكل ديكوري على الفتحه نفسها بتاعت الشفاط. وهوريكم دلوقتي شكل حبه الحجر دي بيبقى عامل ازاي. ده بيكون شكل الحبه بتاعت الحجر، بيكون فيها فتحات بحيث ان هي تسمح بمرور الهواء، وبيثبتها الراجل اللي هو بيركب الحجر على المكان بتاع الفتحه، وبعد كده بيقفل عليها بحيث ان يبقى الواجهه من بره شكلها مفيش عندي مثلا حجر مع الومنيوم، لا كلها حجر بالكامل، وفي نفس الوقت عملت فتحه للشفاط الميكانيكي اللي انا ركبته. دي الماركه بتاعت الشفاط اللي احنا مركبينه. والميزه هنا في الشفاط ده ان هو سايلنت، ما بيطلعش صوت مزعج او كده، يعني لما تيجي تشغله ما بيطلعش اي صوت خالص. لو في صوت بيبقى صوت بسيط خالص، ما مش ملحوظ يعني تمام. ده بيجيب لك زي شكل توضيحي لاستخدامات الشفاط ده.